الجميلة دارنا اللي مع النجمات تهتالي ما بها حيلة وما بها حيلة دارنا اللي مع النجمات تهتالي ما بها حيلة ما بها حيلة دارنا اللي ابن برقان الشعار الشطرنجي يتميز في أقوى أشواط الحقائق في هذا المهرجان. أول رموز المهرجان مع ابن برقان أتت بالخبر لمحبين الشعار لجماهيره لعشاقه الشلفة 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 مع خبر مع محمد بن برقان بن مقارح. سلام يا بن برقان سلام سلام يا خبر سلام محمد بن برقان بن مقارح تستاهل فوز خبر اللي الليلة سببت خبر وضجة في ميدان الشحانية بهذا العرض الممتاز والفريد ما شاء الله عليه. تستاهل خير وبارك الله حمديك. نعم وش سلالة خبر؟ سلالة خبر هو مروح والد عز الجيش المملوك الحمد بن سعيد آل سالمين المنصوري ومهمها الجنة. سلالة عز الجيش؟ نعم سلالة عز الجيش. سلالة رموز؟ نعم صحيح ما عليها غبار سلالة هذه ما عليها غبار. أنت دائما تبحث عن السلالات ولا عن السبوق ولا عن السبق والسلالة؟ والله نبحث عن السلالة وعن السبوق إذا اجتمع السلالة والسبق خلاص هذا اللي ندور له. إذا أنا أعرف أنك تشتري إذا تشتري يا محمد تشتري تشتري على نهاية المطية ولا تسأل بعد عن سلالتها ولا ما يهم؟ لا لا نشوف الأداء ونشوف سلالتها بعد. سلالة مهمة؟ نعم. هل في مطايا ذكرت لك ويوم شفت سلالتها يعني مثل ما يقولون عادية تركتها؟ نعم صحيح نعم ضروري السلالة. وهي سبوق سبوق قوي وبيها مو معروف ولا أمها ممكن تهون من اشتراها. لا هو صح لكن ما يمنع بعد أرزاق توفيق شيء ثاني سبوق ما يمنع يكون بيع المنتج يطلع منه حاشي اشتريت على سلالات معروفة ولا تدور ماركات؟ لا ندور ماركات صراحة دور للسبق والماركات. نعم صحيح أهم شيء السلالة سلالة دعم السبق. نعم ما شاء الله محمد. هل بنسألك سؤال يمكن شخصي ايش أفضل السلالات وأحبها على قلب محمد اللي عشقها دائما؟ والله أفضل سلالة السبوق صراحة من ذلك سلالتها. احنا قلنا السلالة لكن أنت بحث عن الماركات ايش أقوى الماركات؟ سلالات واجدة لكن أقوى الماركات عند في وجهة نظر سلالات واجدة لكن أنا أقول السبوق والماركات أهم شيء تكون هي سلالة طيبة من السلالات المذكورة اللي لها إنجازات ولها يعني عوائد خلاص. بس ما تحدد سلالة معينة؟ لا سلالة معينة ما أقدر أحدد على أساس ما يزعلون عليك عشاق السلالات. لا والله متواجد لكن ما أقدر أحدد لك سلالة كل السلالات فيها سبق وفيها رئيسية. الاسم هذا كيف تم اختيار اسم خبر؟ اسم غريب والله اسم دائما الاسماء تجيبها مميز. نعم الحمد لله ان البقره هذه متوقع انها بتسوي خبر صراحه. عندك لجنه تسميه اسماء؟ نعم عندي لجنه من اخواني وعيال اخواني عندنا جروب نعم يسجلون الاسماء المميز. نعم وانا اختار منها. وانت اختار؟ نعم تعرض عليك الاسامي وانت اختار؟ اي نعم صحيح. ايش اللي يعجبك في اسم خبر؟ والله لاني متوقع من البقره انها بتسوي خبر صراحه. خليت الاسم لين شفت البقره جاهزه حطيت عليها الاسم؟ لا حطيت عليها الاسم من قبل ارصصها لان عندي خلفيه عن البقره. عندك خلفيه عن؟ نعم معطيتك معلومات. نعم صحيح. الله يوفقك وش استعداداتك الباقي ايام المهرجان؟ الله يجزاك خير والله مستعدين ومجهزين ومشاركين والتوفيق عند الله سبحانه وتعالى. في اشواط الرموز محضر؟ نعم عندي شيء في اشواط الرموز. في اسماء غريبه مثل خبر كذا؟ لا اسماء غريبه اسماء عاديه. بيض الله وجهك يا محمد وجعل فالك التوفيق والناموس والفوز وهذا الانجاز اللي من تهدي. والله هذه الانجاز لاخواني الحميدي بن بخيت بن برقان وعبد الهادي بن بخيت بن برقان وجميع مشجعين شعار محمد بن بخيت. الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين تضمن الله ضمنها سجلوها واعلنوا ناموس تايم فرحة من عشاء